الوصايا، اشو الوصايا؟ وين راه كنا يوصي الاب قبل ذي مث توصلت وكيف مورث النقص زرام يون قبل ذي مث اكيني اقلي وصخك ما رمثغ شيني افدذي وخامي ووراوي وكذا يوصاكي داين ما دامي وصاد فيجي قرص الوصايا ماشي الوصية، الوصية تستمر الوصية إذا عرفت مخلف الله ترمينولوجي ما دين ظل وصايا تسا أكيني إنك أقلي ذا موظين ما إلا يكتب ربي روح غلا خرف أقلي وصاك أقلي وصاك ذي الشيء جارين كلش لا جيستيا أما تحانوت أما ذي شوال وكذا خلاص ذي الشيء قبل يأكل شوال نيوجيل نيل كيتش خطري وصاك إما إلا يموت ولا التيتور لا الوصي لا والو، أش راه يخدم؟ ذا قال يروح القاضي، أي غير القاضي؟ القاضي صاحب الولاية العامة، خاطر نغد الولاية غاسم زورو، الولاية المقصودة الولاية الخاصة، الولاية الخاصة الأصلية هذه يعني لا تبنى على غيره على غيرها مباشرة فهي ولاية أصلية ولا كولاية الأب على أولاده مثلا ولكن الولاية النيابية العامة كولاية القاضي هذه القاضي أي القرنش القاضي ولي من لا ولي له والقاضي صاحب ولاية عامة ولكن هي ولاية نيابية ماشي ولاية أصلية هي ولاية عامة ماشي ولاية خاصة معناتها بغادي ندير هناك احكام كثيره في هذا الباب. طيب اذا ما لولاش صاحب الولايه العامه اللي هو القاضي يعين مقدما هو الذي يقوم بتعيين ذلك الشخص المقدم القيم ويشرف على الامور الماليه لذلك القاصر او لذلك اليتيم.